سحب اخويا انا بطاقه سحب بطاقه سحب باش يدير البراسار ودير البراسار باش نعرفو كلامك وعلم بعدا باش تعلم ترخيص يلا البطاقه ديالك يلا كيفاش يلا واخا واخا صافي هذا هذا المعلم بخير بخير هاني اهلا وسهلا بكم بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البشير الجديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع الفيدا التي عرف هذه اللحظات واحد استنفار أمني كبير بسبب أحداث شغبية حاولوا يقوموا بها محسوبين على الإلطات ديال الفرق البيضاوية. الدراري اللي معايش هادي يمكن اذا تتبع قناة شوف تيفي انتم دائما معنا في مباشر مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع الفيدا في احد اللحظات واحد استنفار ديال رجال الامن بسبب احد المحسوبين على الالتهاب في الدوله تقوم بواحد الاعمال الشغبيه وتخيبيه في هذا المكان هذا ودخلوا رجال الامن لتحاف هاد المشاغبين وحسب ما عاينت العيون ديالنا ان تم الاتحاف ديال شخصين واحد فيهم كان حامل سلاح ابيض من المكان جيت بلي باغي نهار من ليه باش لابروشي الفرام راه واحد اخر ما يعرفكش فهمتي بلاصه غتحضر لا بالعكس لا هذه بلاصه بالعكس بلاصه صغيره ما تبانش وي راه حنا مجموعه السيد ديال الفقراء بجوج مجموعه
مرحبا قناة شوف تيفي، لازلتم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء قرب من الشارع الفيدا اللي فيه هذا الاستنفار الأمني بسبب أعمال شغب ديال أحد المحسوبين على مظاهر من بعض الفرق البيضاوية. هاتف مكابر دابا مرة متحكم فيها خمسة على خمسة إذن بتتبع قناة شوف تيفي. كنتم معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من الشارع الفيدا اللي أطلق استنفار أمني بسبب أعمال شغبية من أحد المحسوبين على جماهير الفرق البيضاوية. إذن في هذه اللحظات تلاحظوا معنا أنه تم تعزيز ديال فرقة طاجين لمنطقة الفيدا. إذن تتبع قناة شوف تيفي إلى هنا، نستودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.